حساب بتشتغل في ايه؟ معمار. بقى 4 سنين بتشتغل هنا في حساب السيارة، حساب بتشتغل في ايه؟ عامل في ايه؟ في البيان. ها؟ اللي بعد. ايه؟ يا حبيبي. تعالى. حساب بتشتغل ايه؟ فورم. لغايه دلوقتي مفيش ولا واحد في الصيف يروح يشتغل في ورشه. لازم نراجع نفسنا. طبعا. هل التعليم اللي بنقدمه هنا له لازمه ولا ملوش لازمه؟ طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، تشريف معالي الوزير معالي المحافظ لينا اكبر تقدير للتعليم الفني. خلينا بس دلوقتي من زياره الوزير والسيد المحافظ. عشان يعرف قيمتهم. ما هو طبعا احنا كل اولادنا هم كلهم اولادنا. طبعا. بس انا بتكلم. إذا كان التعليم بتاعنا فعلا تعليم مجدي يبقى اللي بيتعلمه يطلع يلاقي حد في السوق محتاجه. طبعا. ما هو يا كان من الأول يطلع فران يا كان يطلع أي حاجة تانية كنا نوديه فيها وما نصرفش. خدت بالك معايا؟ فأنتوا لو سمحتم التعليم الفني، جهاز التعليم الفني في المديرية، جهاز التعليم الفني في الإدارة، التعليم الفني في المدرسة، نبقى عارفين كده أول ما يجي طالع الصيف إحنا شفنا الكلام ده عند اليابانيين. بيجيب فرص التدريبية، بيجهز الفرص التدريبية للطلبة بتوعه قبل السنة ما تنتهي.